ايه تمام دكتور، نتوكل على الله. على كل حال، في اي واحدة من زملائنا ابي حسين بيضيف طلاب جدد اللي راح تنضم؟ يعني انت خلاص ما في مشكله، تابع المحاضره ونحن ان شاء الله بنضيفهم. تمام، اذا في حدا خلص انتم ضيفوا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. درسنا اليوم المسكنات المركزيه. المسكنات المركزيه او الافيونات هو يعني مسكنات كثير مهمه بتواجهوها بالحياه العمليه، ومهمه ايضا من ناحيه النظري، بيسألوا كثير عليها خصوصا على الانسمامات فيها. المسكنات المركزيه لها اهميه في العمليات الجراحيه، تستعمل في العنايه المشدده وفي الالام الشديده عموما، سواء كانت الالام حاده او مزمنه. وراح نبدا بالحديث عن الافيونات الاوبيويدز. المسكنات الافيونيه هي عبارة عن أدوية تعمل على مستقبلات نوعية بتتوضع بالجملة العصبية المركزية، ولذلك من هون يأتي التسمية بالمسكنات المركزية، لأن مستقبلاتها تتوضع بالجملة العصبية المركزية. تعود معظم استخداماتها لميزتها المسكنة للتسكين. هي بالأصل ليست منومة أو مادة مخدرة، لا تستعمل بهدف التخدير أما بهدف التسكين. تعبير أفيوني يدل على أنها مشتقة من نبات الأفيون الأوبيوم، وهي النبتة التي استخرجت لأول مرة منها. لكن الأفيونات الحديثة غالباً بتكون تركيبية أو نصف تركيبي. يطلق على هذه المسكنات تعبير المخدرات، ولكن هو مو تعبير دقيق. هذا بيعكس ميزة الاعتماد الفيزيائي أو الإدمان. المسكنات الحديثة طبعاً منها ما تظهر هذه الميزة مقارنة بالنوع الأقدم. هلأ هاي ظواهر كتير مهمة، ظاهرة التحمل والاعتياد والاعتماد. يسبب مورفين لدى استعمال المتكرر اعتيادا للظاهر في مراحل الاعتياد، أو هو مصطلح الإدمان الأديكشن. تحدث تغيرات كيميائية بالدماغ تجعله يرغب في تعاطي هذه المادة، ومن ثم بعدين بعد ما المريض يدمن على هالمادة بيصير عنده تحمل أو توليرانس. التحمل شو هو؟ أنه بيحتاج لزيادة الجرعة للحصول على نفس التأثير، أو يعني نفس التعبير هي أنه تأثيره بتناقص بنفس الجرعة، لذلك بيضطر المريض لزيادة الجرعة للحصول على نفس التأثير اللي كان يحصل عليه بجرعة السابقة. الاعتماد النفسي وهو شعور بحاجة نفسية لتناول المادة. الاعتماد الفيزيائي الفيزيكال ديبندنس، هذا بيتعود الجسم على وجود مادة وعلى تأثيرات مختلفة ما يؤدي إلى ارتكاسات سلبية لا يستطيع فيها الجسم السيطرة على وظائفه الطبيعية في حال التوقف المفاجئ عن تعاطي المادة، مؤديا إلى متلازمة الويذدرول سيندروم أو متلازمة السحب. بس بعد إذنك دكتورنا، الشاشة ظاهرة عند زملاء ولا؟ تمام، الشاشة ظاهرة عندكم؟ أي دكتور، واضحة. تمام، هلا مجموعات الأدوية الأفيونية، يمكن تقسيم الأدوية التي ترتبط بمستقبلات الأفيونية وفقا لثلاث مجموعات، وهي الشادات أو المفعلات أو المقلدات الأفيونية. المقلدات يعني أوبيد أغونيست، وهي الأدوية التي ترتبط بالمستقبلات الأفيونية وتولد تأثيرات مقوية معتمدة على الجرعة. من الأمثلة عليها هي المورفين والكودائين والديمورفين والبيتيدين اللي هو الدولازال والفينتانيل، هذا اللي يستخدم في كل العمليات حاليا، وفي أيضا الألفانتانيل والسوفنتانيل. المعاكسات أو المضادات الأفيونية الأنتاغونيست، وهي الأدوية التي ترتبط بمستقبلات الأفيونية لتعاكس تأثير المورفين، مثال هذا الدواء المهم النالوكسون. هذا يعد الترياق الذي يستخدم لمعالجة الجرعات الزائدة من الأفيونات عند تأخر صحو المريض. هذا الدواء ما تنسوه من أهم الأدوية، وبيسأل عليه كتير، يعني الترياق النوعي لمركبات المورفين أو مركبات الأفيونية هو النالوكسون، رح نتحدث فيما بعد عنه. هلأ الضادات الأفيونية أو الشادات، وهي أدوية تمتلك خواص مفعلة عند جزء من المستقبلات الأفيونية وخواص مثبطة عند جزء آخر، مثل النالبوفين والبنتازوسين.
هناك علاقة بين الجرعة والاستجابة تختلف عند كل نمط من المستقبلات. فبعض الأدوية بتكون تأثيرات السريرية ثنائية الطول، استعمال جرعات صغيرة منها يعاكس التسكين المحرض بالمورفينات، فلما يؤدي استعمال جرعات عالية إلى تفعيل التسكين. على المستقبلات الأفيونية كما ذكرنا سابقا، تعمل الأفيونات على مستقبلات نوعية وضع في الجملة العصبية المركزية. تعد هذه المستقبلات موضع تأثير الكثير من عديدات البيبتيد، يعني البولي بيبتيد أو الأفيونات داخل الثماشة، وهي الإندورفين، يعني الأفيونات داخل الثماشة هي الإندورفينات والإنكافيلينات. هذه المركبات الداخلية تبدي ميزات تسكين مشابهة لتلك الخاصة بالأفيونات الخارجية، ولكن بصورة أقل بكثير. طبعا هي يعني تتحرر داخليا، وهي من وسائل التسكين الألم. توجد الإنكافيلينات بتركيزات عالية ضمن المادة الرمادية في جذع الدماغ والعديد من مناطق النخاع الشوكي. يتوضع مركب البيتا إندورفين ذو الوزن الجزيئي الضخم في الغدة النخامية، وتميز بتأثيره طويل المدة. يوجد عدد ضخم من المستقبلات الأفيونية، تم تحديد 5 أنواع منها على الأقل، وهي مستقبلات ميو وكابا وسيجما ودلتا وإبسيلون. رح نشرح خصائص 3 من هون، هي ميو وكابا وسيجما حسب كل تأثيرها. مثلا مستقبلات ميو، التسكين إلى تفعيله يؤدي إلى التسكين، التهوي بثبط التهوي، والسلوك بتؤدي لحدوث المرح أو الإيفوريا، الحدقة بتؤدي لتقبض الحدقة والاعتماد الفيزيائي موجود. كابا كذلك التسكين لها دور بالتسكين وبتثبط التهوي، السلوك بتؤدي لحدوث تهدئة وليس إيفوريا، الحدقة بتؤدي لحدوث توسع بالحدقة وما إلى اعتماد فيزيائي. السيجما ما لها تأثير مسكن وبتنبه التهوي، تأثيرها على السلوك بتؤدي لتشوش المزاج، والحدقة بتؤدي لتوسعها وما لها اعتماد فيزيائي. على ملخص الجدول، أنه بالمستقبلات ميو تبدي تأثيرات مثالية للمسكنات الأفيونية من التسكين وتثبيط التهوي ومنح شعور النشوي أو الإيفوريا وتقبض الحدقة والاعتماد الفيزيائي. هذا المركب الأفيوني يعني المثالي. أما المستقبلات سيجما فهي عكس المستقبلات ميو تماما في تأثيرها. المستقبلات كابا هي أنه بتثبت التنفس وبتوصل الحدقة ولا تسبب الاعتماد الفيزيائي. هلأ الحرائق الدوائية للأفيونات يعتمد تأثير الأفيونات وتوزعها ضمن الجملة العصبية المركزية على درجة تشرد الدواء في الدم. تلعب درجة حموض الدم دورا مهما فيها، انحلال جزء غير متشرد في الدسم، وهذا كتير كتير مهم. الجزء غير المتشرد هو الجزء الذي يستطيع عبور الحاجز الدموي الدماغي حسب قدرته على الانحلال بالدسم، حيث أن الأدوية القليلة الانحلال كالمورفين تصل إلى مستقبلاتها ببطء قياسا مع المسكنات شديدة الانحلال في الدسم مثل الفنتانيل، وبناء على ذلك نجد ما يلي. المسكن غير منحل بالدسم يبدي بداية تأثير بطيئة وينقص تركيزه في الجملة العصبية المركزية ببطء أيضا، لأن الجملة العصبية المركزية هي أصلا تتألف من الفوسفولبيد. المسكنات المنحلة بالدسم تبدي بداية تأثير سريعة لأنه بتعبر الحاجز الوعي الدماغي بشكل سريع، وبينقص تأثيرها في الجملة العصبية المركزية كذلك بسرعة أيضا. وكقاعدة عامة تعطى الأفيونات قليلة الانحلال بالدسم بجرعات أقل جهازية من الأفيونات شديدة الانحلال بالدسم، وبالتالي لها تأثيرات جانبية أقل ومدة تأثيرها أطول. وأيضا بيعتمد تأثيرها على وجود مستقلبات فعالة للمسكن. المورفين مثلا يخضع إلى العديد من العمليات الاستقلابية مثل الأكسدة والإرجاع والحلمها، وبالتالي تملك بعض مستقلباته تأثيرا مديدا. لذلك يعطى المورفين في حالات الألم المزمن لمعالجة مثلا مرضى السرطان. كذلك يملك مستقلبه المورفين 6 جلوكورونيد تأثير أقوى من المورفين على مستقبلات ميو. القصور الكلوي، حيث أن المستقلبات المنحلة بالماء تطرح بسرعة عادة، ولكن بحالة القصور الكلوي تتراكم قد يسبب تطاولا بفترة التأثير.
بشكل عام المهدئات والمخدرات والمسكنات الأفيوني عند مرضى القصور الكلوي يجب تعديل الجرعة حتما، لأنه بيتناقص أطراح الكلوي وبالتالي بيطول مدة فترة التأثير. هلا التأثيرات الفارماكولوجية، ذكرنا قبل قليل دور الأفيونات في تثبيط التهوي وهو أمر مهم جدا ولو مخاطر في العمليات الجراحية، لذلك سأتناول بعض العوامل التي يجب الانتباه إليها لتقليل هذا الخطر عند اعتماد الجرعة المناسبة من الأفيون. العمر، توجد حساسية للأفيونات لدى المسنين والأطفال وحديث الولادة، وذلك يتعلق بالوزن والفيزيولوجيا عند المريض. وبعبارة أخرى تمتاز الأفيونات بأن أشد تأثيراً على المرضى في طرفي العمر من تأثيرها على البالغين، يعني عند الأطفال وعند المسنين. فترة العمل الجراحي كذلك يجب أن تكون الفعالية المتوقعة للأفيون المستخدم مناسبة زمناً لفترة عمل الجراحي، يعني تكون فترة تأثيره مناسبة لفترة العمل الجراحي، مما يتطلب حساب الجرعة المطلوبة بدقة وفقاً لزمن الجراحة المتوقع لتجنب استمرار تأثير الأفيون بعد انتهاء الجراحة. الأدوية المثبطة الأخرى، حيث تبدي المخدرات والمهدئات المثبطة التهوي تأثيرات تعاضدية مع الأفيونات في تثبيط التهوي، وبالتالي لما تعطي دوائين لهم تأثير مثبط للتنفس أو للتهوي فبتعاضد تأثيرهم وبصير تأثيرهم المثبط للتنفس أقوى. الأمراض الرئوية طبعاً كمان هي شغله كتير حساسة، تسبب التأثيرات المثبطة للتهوي قصوراً تنفسياً لدى المرضى المصابين بمرض رئوي مزمن مثل مرضى COPD، لذلك يجب اتخاذ الحذر عند مرضى الأمراض الرئوية السادة المزمن. وكذلك الفعل المضاد للسعال الذي تبديه الأفيونات قد يسبب عجزاً في طرح المفرزات القصبية والرئوية في الفترة التالية للعمل الجراحي، خاصة لدى المسنين، لذلك الكودائين بتلاقوه ضمن مشاريب السعلي لأنه هو مثبط للسعال. قد يتطور لدى المرضى البدينين أو ذوي الحالات المحددة لتمدد الرئة مثل الجنف قصور تنفسي بعد إعطائهم الأفيونات. الشدودات الغدية الصماوي تحدث زيادة في الحساسية لفعل الأفيونات عند مرضى قصور الدرق وداء أديسون نتيجة اضطراب الاستقلاب. مرضى قصور الدرق ومرضى داء أديسون بصير عندهم بطء بالاستقلاب، لذلك بيطاول زمن تأثير الأفيونات. أمراض الكبد قد تحدث زيادة في الحساسية تجاه بعض الأفيونات. في أمراض الكبد لا سيما التشمع والتهاب الكبد الخمجة، وينجم عن ذلك نقص استقلاب الدواء. أيضا الأمراض داخل القحف يشوش أعطاء الأفيونات تقييم مستوى الوعي لدى المريض، وهي شغلة كتير مهمة حيث يؤدي لتغير الوعي مما يؤثر سلبا على الفحص العصبي. لذلك المريض اللي بيكون عنده يعني تخليط أو مثلا لو فرضنا مريض حادث سير أو رد على الدماغ ما بصير تعطيه مسكن أفيوني، لأنه هذا قبل ما تقيم درجة الوعي عنده وقبل ما توصل للتشخيص لازم تقيم درجة الوعي عنده أول شيء، لأنه بس أعطيته مسكن أفيوني فممكن يتغير معه وتعود ما تعرف تقيم درجة الوعي دماغ. كما قد يسبب زيادة في الضغط داخل القحف تالي لفرط الهايبركابينيا، يعني ارتفاع غاز ثاني أكسيد الكربون في الدم. بعض الحالات المتنوعة أنه توجد حساسية عند المرضى الواهنين أو المدنفين وعند المرضى الذين يشكون من خباثة شديدة أو إنتان مزمن. هلأ أول راح ندرس أول شيء المورفين، وهو عبارة عن أمين ثلاثي وهو قلويد ضعيف، يعد مسكن جيد وهو أكثر الأفيونات مستخدمي أكثر الأفيونات المنحنة بالماء استخداما. يوجد المورفين بشكل أمبولات ويمكن أعطاه حقلا عضليا أو وريديا أو تحت الجلد، كما يمكن أن يتواجد بشكل أقراص تعطى بعيارات مختلفة 25-60 ميلي جرام خصوصا عند مرضى السرطان، تقارن به بقية المسكنات، يعني يعتبر هو ستاندرد أو المعيار. قوة المسكنات الأخرى مثلا بقول لك أقوى من المورفين بعشر مرات مثل الهيدروكورتيزون، الكورتيزونات بتقارن بالهيدروكورتيزون والمورفينات قوتها بتتقارن بالمورفين. وعلى الرغم من إمكانية
تركيب المورفين إلا أنه ينتج تجارياً من العصارة الجافي اللي بذور الخشخاش. طبعاً أكيد تعرف شو هو الخشخاش، اللي هو نبتة الحشيش. يصنف تأثير المورفين على أجهزة وأعضاء جسم كتل. التأثير على الجملة العصبية المركزية يزيل المورفين كل الألم، وهو فعال تجاه الألم الكليل المستمر المزمن أكثر من فعاليته تجاه الألم المتقطع الحاد، مما يفسر فعاليته لدى مرضى السرقة، حيث أن المورفين يرفع عتبة الألم ويزيل المكونات الشعورية والفيزيولوجية وارتكاساتها تجاه الألم. يمنح المريض إحساساً بالمرح والخفة أو الإيفوريا، ويزداد حدة بزيادة الجرعة. قد تطور التأثيرات السابقة لنعاس وأحياناً لحالة تخدير، تتظاهر بتطبيط التهوي وانخفاض في حدة منعكسات التهيجي. التأثير على الجهاز التنفسي، تطبيط التهوي ينجم عن التأثير المباشر للمورفين على مركز التنفس البصلي وإنقاص معدل التنفس والحجم الجاري بعد حقنه وريده. وأيضاً له تأثير مثبط لمنعكس السعال. يمتاز المورفين، يمتلك المورفين ومشتقاته كالكودئين فعالية مضادة للسعال. لذلك عادة الكودئين بتلاقوه من ضمن المركبات اللي بتستعمل كمضاد للسعال. التأثير على الجهاز القلبي الوعائي بيؤدي لهبوط الضغط، يمكن أن يحدث بعد إعطاء المورفين إذا كان المريض نقص الحجم، أو إذا تم إشراك المورفين مع موسع وعائي آخر، مما يستوجب إعطاء السوائل للمريض عند استخدام المورفين. بشكل عام هلأ رح تجي فقرة أحكي فيه عن آليته للمورفين. المورفين بيؤدي لحدوث توسع وريدي، بيؤدي لحدوث توسع في الجهاز الوريدي المحيطي، وبالتالي بيقلل العودة الوريدي للقلب، فبيؤدي لحدوث هبوط ضغط. أيضاً بيؤدي لحدوث بطء قلب نتيجة لتثبيط المبهم. التأثير على الجهاز الهضمي، طبعاً الغثيان والإقياء هي من أشد التأثيرات الجانبية إزعاجاً بعد الجراحة، وحتى عند أي مريض سواء جراحة ولا غير جراحة. يعني بس تحقنوا المورفين شيء بدك تتوقع أنه يصير عنده غثيان وإقياء، وحتى في بعض المرضى بيراجعوا مباشرة. يحدث الإقياء بسبب تنبيه منطقة الزناد اللي تقع في قاع البطين الرابع، وقد يسبب غثيانا مع أو بدون إقياء لعدة ساعات، وقد تستمر لستة لثمان ساعات بعد العمل الجراح. بأثر على حركية عضلات الجهاز الهضمي، ينقص المورفين التقلصات التمعجية الدافعة في الأمعاء. ما بعرف هي التمعجية يعني هي هيك، بس قصده الحركات الحوية البيرستالتيزم بسموها، ويزيد التقلصات غير الحوية أو غير التمعجية لعضلات الجهاز الهضمي، مما يسبب بطء الإفراغ المعدة الذي قد يؤهل لحدوث الإقياء، إضافة إلى خلل في امتصاص الأدوية الفموية، كما شيء حدوث الإمساك أيضا. يزيد المورفين، هذا تأثيرات هي لازم بكرة بتتكرر معكم بالسريريات. يزيد المورفين تقلص عضلات معصرة أودي والمعصر الحلبي والمثاني، لذلك يجب تجنب المورفين في حالات وجود قولند مرارة. إذا المريض عنده مثلا انسداد بالطرق الصفراوية وجيت عطيته المورفين، بيؤدي لتقلص مصرة أودي. مصرة أودي هي يعني المصرة اللي بتنفتح فيها القناة الجامعة على القطعة الثانية من العفج، هون تقع. فلما بتتشنج المصرة وبالتالي بتزاد حدوث الانسداد الصفراوي أو اليرقان. هلا بالقولنج الكلوي يمكن استخدامه، وضخامة البروستات بيؤدي لاحتباس البول، لكن بالقولنج الكلوي ما في مضاد صطباب يمكن استعماله للمورفين أو المشتقات المورفينية. تقبض الحدقة، طبعا تقبض الحدقة آلته الفيزيولوجي بينجم عن تنبيه نواة إيدنجر واستفال، ويعد تقبض الحدقة أو الحدقة النقطية هي ما تنسوها من تأثيرات المورفينات، إنه بسوي البين بوينت بيوبيل الحدقة النقطية أو الدبوسي، بتصير الحدقة مثل الدبوس، وهي علامة من علامات عمق التخدير أو علامة من علامات الانسمام بالمورفين. التأثيرات الأخرى، تحرير الهستامين هو المسؤول عن الإحساس بالتوهج والدفء الذي ينتاب المريض بعد حقن المورفين وريديا، كما قد يسبب الطفح الحمامة قرب موقع الحقن لدى المريض.
تشنج قصبي قد يحدث تشنج قصبي في بعض الأحيان، لذلك لا يعطى المورفين للمرضى الربويين. المورفين لا يستعمل عند مرضى الربو لاعتبارين، أول شيء لأنه ممكن يؤدي إلى تثبط التنفس، وثانيا ممكن يزيد التشنج القصبي. تأثيرات غدية صماوية منها بيزيد تحرر الهرمون المضاد للإدرار الـ ADH، وبيثبط تحرر الـ LH والـ FSH والـ ACTH، وهي تأثيرات تشابه تأثيرات الأفيونات داخلية المنشأ اللي مثل ما ذكرنا هي الإندورفين والإنكوفالين. الاستقلاب توهب جرعات كبيرة من المورفين لانخفاض درجة حرارة المريض، وذلك بإنقاصها للفعالية العضلية وإنقاصها معدل الاستقلاب الأساسي وزيادة لضاع الحرارة الناجم عن التوسع الوعائي. إطراح المورفين والعبور المشيمة، يتم استقلاب جزء الأعظم من المورفين ضمن الكبد، حيث يتم إزالة فعالية الدواء بعمليات الأكسدي والارتباط مع حمض الجلوكورونيد، ثم يطرح عن طريق الكلي. استخدام المورفين لدى الحوامل يطيل المخاض، هذا تأثير كتير مهم، كما أنه يعبر المشيمة وقد يسبب تثبيط التهوية لدى الوليد بشكل شديد، وبالتالي لا تعطى للمريضة الولود أو أثناء المخاض المسكنات المورفيني إلا بعد خروج الجنين، يعني بعد ولادة الجنين سواء ولادة طبيعية ولا بعد القيصري، بعد إخراج الجنين بالقيصري أو بعد نزول الجنين وخروجه ممكن إذا بدك تسكن الألم تعطيها المورفين. ويستدل على تثبيط التنفس عند الوليد بسبب المورفين بزرقة الوليد وانعدام تنفسه، لذلك في هالحالات يجب تهيئة الأدوات اللازمة لدعم تهوية الوليد وأحيانا التنبيب. هاي هون عند مرضى القصور الكبدة، لأنه بيطول تأثيره وبيطول زمن استقلابه، وبالتالي بيستمر تأثيره لفترة أطول. وكذلك المورفين مثل ما ذكرنا لا يعطى في القصيريات إلا بعد إخراج الجنين. هلأ التسمم بالمورفين، هذا كثير بيسألوا عنه. تسمم الحاد، ينجم التسمم الحاد عن تعاطي جرعة مفرطة من المورفين overdose، خاصة عند غير المدمنين، يعني واحد لو مدمن ولا شيء المدمنين بيكونوا متحملين، أما واحد أول مرة بيتعاطى مورفين أو شيء فبتكون الجرعة كبيرة عليه، بيؤدي لحدوث الانسمام الحاد بالمورفين، بيؤدي لتثبيط بالتنفس الحاد وهو السبب الرئيسي للوفاة، الزرقة والقصور الدوراني. انتبه، بيؤدي لاختلاجات بدون هياج وقلق، يعني المريض ما بيكون لا متهيج ولا شيء، بتلاقي أصلا مرتخي وهو عم يختلج، اضطرابات نظم القلب ثم بتلو توقف القلب وحدقة متقبضة دبوسي أو البين بوت. دائما أنت كطبيب إسعاف جاك مريض غايب عن الوعي، متوجه إنه هالمريض شو عنده، لما بدك تفحص الحدقات فورا بس بتلاقي حدقة دبوسي، أول شيء بتفكر فيه تعاطي المخدرات أو الانسمام بالمورفين. طبعا في نزوف الدماغ كمان، نزوف بعضها بتسوي كذلك الحلقة الدبوسي، ولكن إذا كان مثلا المريض شاب وما عنده عوامل خطورة للنزف الدماغي بتفكر أول شيء بالإنسمام بالمورفين. ومثل ما كنتم شايفين الحلقة الدبوسي في التسمم الحاد بالمورفين. يتم العلاج بإعطاء النالوكسون وريديا، وفي حال عدم توفر النالوكسون يمكن وضع المريض على تنفس الاصطناعي أو تهوي الآلي رغم يستقلب الدواء وتطرح المادة من الجسم. أما النالوكسون هو الترياق النوعي للمورفينات، ومباشرة بس تعطيه خلال واحد دقيقة بعكس تأثير المورفين. هلا الانسمام المزمن بالمورفين، وهو مو تعبير الانسمام المزمن بس ما بعرف ليش هي متلازمة السحب، يعني الويذدرول سيندروم، هي بتحدث عند الانقطاع المفاجئ عن تناوله لدى المدمنين، فبيؤدي لحدوث الهياج والقلق. طبعا هون الانسمام بالمورفين بيؤدي لتقبض الحدقة، أما سحب المورفين بيؤدي لحدوث توسع الحدقة. هاي كتير شغلات بيسألوا عنها بالفحوصة. طبعا مثل ما ذكرنا استعمال المورفين بيترافق مع حدوث إمساك،
أما الانسحاب يؤدي لحدوث إسهال. وأيضا بترافق مع وهط دوراني العلاج بتم بالسحب التدريجي للدواء. استطبابات المورفين يستطب استخدام المورفين في الحالات التالية: تسكين الألم المركزي وخاصة عند الألام صعبة التحمل كمرضى الأورام، أحد طرق العلاجات عند مرضى السرطانات. طبعا السرطانات اللي تكون درجة رابعة وفيها انتقالات معندة والمريض مثلا غير قابل للعلاج جراحي أو غير قابل للعمل جراحي، فبهيك حالات كمعالجة تلطيفية بيعطون المورفين للتسكين. وذمة الرئة الحادة بهدف تسكين الألم الشديد مرافق لها، وهذا الحكي غير صحيح قطعا. أنا مضطر أعارض هذا التفسير. بوذمة الرئة الحادة الأليل الأساسي لإعطاء المورفين وتأثيره في وذمة الرئة الحادة هو أنه ما بتسبب ألم وذمة الرئة الحادة، ولكن هي بتسبب تهيج وقلق وتوتر عند المريض بسبب الزل التنفسي وبسبب الجهد التنفسي اللي عم يبذله المريض. فبالتالي إعطاء المورفين أول شيء بيساعد على تهدئة المريض. الشغل الثاني، المورفين هو له تأثير موسع وريدي بيؤدي لتوسيع الأوردي، فبالتالي توسيع الأوردي المحيطي بيؤدي لنقص العودة الوريدي للقلب، وبالتالي بيؤدي لتحسن وزمة الرئة بهالآلي وليس بهدف تسكين الألم. استطبابات كذلك مضاد للسعال. طبعا المورفين بكرة إن شاء الله بس داوموا بالإسعافات وتصيروا أطباء قلبي وتشتغلوا، بتلاقي أنه المورفين هو دواء أساسي بمعالجة وزمة الرئة. يستعمل كذلك مضاد للسعال حتى يستخدم الكودائين وهو أحد مشتقات المورفين، لا يعطى بدون وصفه لأنه قد يسبب الإدمان. طبعا عندنا هالحالات كانت أيام زمان كثير قليلي أنه مرضى إدمان على الكودائين، ولكن مثلا أنا اشتغلت بالسعودية وشفت كثير هالحالات أنه في مرضى هناك مدمنين على مشاريب السعلي التي تحتوي على الأنتيهستامين ومركبات الكودائين. بتلاقي بيمسك قنينة الشراب وبيشربها دفعة واحدة مدمن. التحضير الدوائي يعطى للتحضير قبل العمليات. دكتور عفوا سؤال، أدوية الأنتي هستامين بيسببني إدمان كمان؟ إيه على المدى الطويل بيسببه. في دواء بالسعودية كان اسمه مشهور اسمه الهيستوب. الله وكيلك يجوا المرضى يطلبوا طلب بالاسم. دكتور ما في صوت، علوا تعيد. في دواء كان اسمه الهيستوب. مسموع الصوت؟ دكتور مسموع، ربما العذر من عنده. نعم؟ مسموع، ربما العذر من عنده. طيب تمام. في دواء كان اسمه الهيستوب، كان المرضى يجي يطلبوه بالاسم، هو احد انتيهستامين كثير. حتى ادويه السعال بالسعوديه كان مشدد عليها كثير، ما يعطوها بدون وصفه طبيه. عندنا ما شاء الله الشباب كانوا بيعطوا كل شيء، ولكن يعني ما كثير كانوا انه يعني عندنا مدمنين على المواد، ولكن كان في مثلا حالات ادمان ايام زمان قبل 2010-2011 كانوا المرضى مثلا مدمنين على المسكنات المركزية، بس مو هاي المركبات، الديكسترو بروبوكسيفين اللي كان اسمه بروكسيمول أو دي انتالفيك، كانوا هدول بعض المرضى مدمنين عليه. مضادات الاستطباب، يعتبر المورفين مضاد الاستطباب في الحالات التالية: قصور الدرق، قصور الكبد لأنه بيطول زمن تأثيره وبيبطأ استقلابه، بالصدمي إذا المريض مصدوم بالأصل، إذا بدك تجي تعطيه وهو بيؤدي لحدوث توسع وريدي وبالتالي بيؤدي لحدوث هو وهط دوراني، قصور التنفس ومرضى الربو والسي أو بي دي، جراحة الطرق الصفراوي مثل ما ذكرنا أنه بيقبض مصرية أودي، هذا ما تنسوها دائما. بكرة بس تدرسوا الحصيات المراري والحصيات القناة الجامعة بذكروا لكم هالشيء هذا، أو القولنج المراري، أنه لا يفضل في استعمال المورفين، بل يمكن إعطاء البيتيدين. البيتيدين ما بيؤدي لتشنج معصرة أودي، أما المورفين
فبيؤدي لتشنج معصرة أودي. والمرضى المعالجين بمثبطات المونو أمينو أوكسيداز 2. هلا المشابهات: المورفيني، البيتيدين، طبعا اسمه التجاري دولوزال، وايضا الميبيريدين، اكتشف عام 1939، وهو عباره عن افيون تركيبي بقوه تسكيني تعادل 1/10 من قوه المورفين. يوجد في امبولات معدي للحقن العضلي والوريده. تاثيراته: من أهم تأثيرات البيتيدين المشابهة للمورفين تهدئة المريض مع شعور بالمرح، بالإضافة للإدمان. تحرر الاستامين يكون بشكل أقل من المورفين. الغثيان والإقياء بشكل مساوي للمورفين، وتثبيط التنفس عند الوليد نتيجة عبور المشيمي. بينما يختلف عن المورفين ببعض التأثيرات: لا يؤثر على منعكس السعال، مثبط للمبهم وبالتالي بيؤدي لحدوث تسرع بالقلب، مضاد للتشنج ورخ العضلات الملساء، لا يؤدي لتقبض الحدقة، وما بيأثر على الضغط الشرياني. لكن قد يحدث هبوط ضغط عند المرضى ناقصي الحجم، لذلك هو يعتبر آمن لاستخدام نوعا ما، ولكن يعتبر الفنتانيل أفضل منه. لذلك الفنتانيل دائما بهوي الدواء الأساسي اللي بيستخدموه بالتخدير أثناء العمليات الجراحية، لأنه ما بيأثر على الضغط. هوني بعض النتائج المستخلصة: أنه يمكن استخدام الدولوزال عند مرضى الربو بشكل آمن نوعا ما، لأنه ما بيؤدي لحدوث تشنج قصبة، ويملك الدولوزال نفس استطبابات المورفين، لا يستعمل مطلقا مع المرضى الذين يتناولون مثبطات المونو أمينو أوكسيداز. كذلك الدولوزال أو الميبيريدين أو البيتيدين لا يعطى أيضا إلا بعد إخراج الجنين. هلا نجي على الفنتانيل. هذا يعد أقوى من المورفين ب 75 إلى 125 مرة، وهو من أكثر المسكنات مستعملة يوميا. شديد الانحلال بالدسم، لذلك يصل إلى المستقبلات الإفيونية بسرعة عالية جدا، وبالتالي فإن بداية التأثير سريعة وتحدث خلال 1 إلى 2 دقيقة من حقه. لذلك هلا هذا الشيء غير شائع عندنا، لكن بالدول الغربية كثير في منهم مدمنين على هذا المادة الفنتانيل. اما احنا يعني هاي الماده ما هي متوفره بالصيدليات عادي، اصلا لا يستخدم الا من قبل اطباء التخدير، لذلك يعني الادمان عليه مو شائع. اما بالدول الغربيه بيستخدموه بشكل عادي الفنتانيل. تاثيراته: انخفاض بسيط في الضغط الشرياني، لذلك هو مناسب لتخدير المرضى المصدومين. بيؤدي لتباطؤ النبض القلبي بسبب تنبيه المبهم، تشنج حنجرة، تثبيط تنفسي، يحدث بنسبة أقل بكثير من المورفين والدولوزال، وتعالج الجرعات المفرطة منه بالنالوكسون. الغثيان والإقياء، ويحدث بنسبة تساوي تلك الناجمة عن بقية الأفيونات. يقوي فعل المخدرات الموضعية على الأعصاب المحيطية، حيث يطيل الفعل المسكن خاصة في التخدير الشوكي أو التخدير القطع. يعبر الفنتانيل الحاجز المشين من تباقي الأفيونات، لذا لا يعطى أيضا إلا بعد إخراج الجنين. استطباباته: يستعمل في التخدير كمسكن مركزي قوي، خاصة في جراحة القلب، حيث يستعمل داخل غرفة عمليات وليس بعد الجراحة، لأنه استقلابه سريع، بينما يعطى المورفين أو الدولوزال بعد الجراحة. هلا في الريمي فنتانيل، وهو مسكن أساسي في العناية المشددة، وخاصة عند المرضى المنببين. يستخدم خلال مباشرة واستمرارية التخدير العام، بداية تأثيره سريعة، ويعد منبها للمستقبلات إميو. يستقلب بواسطة خمائر الاستيراز في الدم، وبالتالي يزول تأثيره بسرعة خلال مدة أقصاها 2 دقيقة، وهذا بيعطي ميزتين: يعطى عن مرضى القصور الكبدي أو الكلوي دون أن يحدث مشاكل طالما استقلابه سريع، كما أن تراكم الجرعات وعطاه المستمر لا يسبب تراكم الدواء. يعطى تسريب وريدي عن طريق المضخة وليس دفع واحدي، ما بصير تعطيه دفش وريدي. كما يجب معايرة معدلات تسريب للحصول على التسكين المطلوب، سواء خلال التخدير العام أو في العناية المشددة، حيث يسبب تسريب كميات كبيرة منه، صلابة عضلية وتثبيط تنفسي.
يسبب حالة من فرط الألم الهايبر الجيزيا بعد إيقافه، ويتم ذلك ويتم تجنب ذلك بحق النوع آخر من مسكنات كالدولوزال أو الباراسيتامول قبل إغلاق المضخة الريمي فنتانيل لتحاشي هاي حالات فرط الألم بعد توقف عطاء. هلا في عنا الألفنتانيل، هذا ما بيستعمل كتير ومسكن مورفيني قوي، يسبب يؤدي لحدوث تسكين قوي ذو بدء تأثير سريع وفترة تأثير قصيرة نسبيا، يخفف الانعكاسات الهيموديناميكية الناجم عن الجراحة أو الشدة، بينقص المقوي الودي، قد تسبب جرعة مباشرة منه تثبيط تنفس هبوط الضغط، يعبر المشيمي واستعمله أثناء الولادة يسبب تثبيط تنفس عند الوليد. هلأ سو فنتانيل، هذا أقوى من الفنتانيل بخمس إلى سبع مرات وأقوى من المورفين بستمية إلى سبعمية مرة. طبعا هذا ما بيستخدم إلا بالتخدير. تأثيرات القلبية الوعائية مشابهة للفنتانيل، يعبر المشيمي ويمكن معاكسته بالنالوكسون. هلأ بنجي على المعاكسات الأفيونية وهي المهم جدا، هذا النالوكسون. يعد النالوكسون الدواء الوحيد ذو الفعالية المضادة الصافي عند كل المستقبلات الأفيونية المعروفة، يعمل خلال دقيقة واحدة من حقنه وريدة وتستمر مدة تأثيره 30 دقيقة. قد ينجم عن مدة تأثيره القصيرة عودة تثبيط التهوي، لذلك يجب أن نضع في الحسبان إمكانية انتهاء تأثير النالوكسون قبل انتهاء تأثير المورفين، وعندها يمكن تكرار جرعة النالوكسون. يعد الدواء المختار لمعاكسة تثبيط التهوي المحرض بالأفيونات عند الولدان، عند الولدان ولا عند الكبار ولا عند أي حدا، المعاكس الأفيوني أصلا الوحيد هو النالوكسون ما في غيره. هلا الأفيونات النخاعية هاي اللي تحقن بالتخدير القطني، تم إثبات وجود المستقبلات الأفيونية ضمن النخاع الشوكة، وبالتالي يمكن الحصول على التسكين بحصار موضعي لهذه المستقبلات باستخدام الأفيونات. إعطاء الأفيونات بالطريق فوق الجافي أو تحت العنكبوتي يحدث تسكينا مع تقليل نسبة حدوث تأثيرات جانبية قلبي وعائي. إعطاء الأفيونات بالطريق تحت العنكبوتي يعطي تسكينا لمدة أطول وبجرعة أقل، فيما ترتبط مدة وآلية حدوث الاختلاطات بالجرعة. وكما ذكرنا يمكن إعطائه مع التخدير الموضعي لزيادة تأثير المسكن، كذلك تعطى لمرضى السرطان بشكل خاص عن طريق زرع مضخة لديهم في النخاع الشوكي. هلا مرضى السرطان اللي بدي يعطوهم المورفينات حقنا عادة بيعطوهم بيزرعوا لهم مضخة مثل مضخة الأنسولين، وبتنعطى تسريب وريدة وبعد تظبيط الجرعة وتعطي جرعة بمعدل ثابت. التأثيرات الجانبية تثبيط التهوي وهو أشع عند المسنين وقد يحدث بشكل متأخر، احتباس البولة يحدث 93% من الرجال، وقد يستلزم قسطرة فولي لإفراغ المثاني، أصلا أثناء العمل الجراحي هني دائما يحطوا قسطرة، ولكن من تأثيراته الجانبية بالتخدير الناحي أو الشوكة بيحدث احتباس بولي، غثان وقياء مثل إعطاء جهاز الأفيونات، الحكي 70-80% من المرضى، وتحدث عند استخدام المورفين أكثر من باقي الأفيونات. هوني عبارة عن تذكرة ببعض خصوصا التسمم الحاد بالمورفين، وبهيك بكون انتهت محاضرتنا. الله يعطيكم العافية. إذا في حد عنده سؤال يتفضل. ما في أسئلة؟ تمام، هيك إن شاء الله بكوني أنا حاولت أعطيكم قدر الإمكان من المادة اللي أنتوا مقررة لكم، وأرجو أن أكون قد وفقت مع أنه هو مو اختصاصي، ولكن حاولت قدر الإمكان أن أساعدكم. الله يعطيكم العافية وموفقين جميعاً.